بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس. كابتن نصر اهلا وسهلا بيك. تحياتي ليك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. كابتن اهلا بيك كابتن. بدايه مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره بالكامل كابتن محمود الخطيب، مبروك للجمهور والجهاز الفني واللاعبين داخل ميدان اللعب. سريعا يا كابتن ايمن هنروح لحكم المباراه. النهارده عندنا دروس مستفاده كتيره جدا جدا، توضيحيه للكل، للجمهور واللاعبين.